عدم صفاء الذهن وتشوش التفكير وحتى الاكتئاب قد تكون أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعاً لدى المتعافين من كوفيد-19، إذ وفق أبحاث سريرية ضخمة قادتها جامعة أمريكية وبريطانية، عانى ملايين الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا اضطرابات نفسية وعقلية حتى بعد عام من التعافي من المرض. ووفق الدراسة الكبيرة التي شملت بلداناً مختلفة كالولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فإن أكثر من ثلث الناجين من وباء كوفيد يعانون ضبابية الدماغ، وهي مجموعة من الاضطرابات تشمل تشتت الذهن وضعف الإدراك والنسيان، إضافة لبعض الحالات النفسية التي قد تصل للاكتئاب. لكن ومع تفشي متحور أوميكرون، يتسابق العلماء أيضاً لتحديد سبب الإرباك الذهني لدى الناجين من كورونا للعثور على العلاجات الممكنة. ويرى بعض الباحثين أن فقدان التوازن أو التخبط في الروتين اليومي لعمل وظائف الجسم قد يكون أحد الأسباب التي أدت لضبابية الدماغ لدى البعض، إذ قبل الجائحة كانت سلوكيات الناس روتينية وتعمل بشكل فعال، بينما يرى باحثون آخرون أن مرضى كورونا يطورون نوعاً من الالتهابات في الجسم تؤدي لحدوث جلطات دموية صغيرة جداً تؤثر في الذاكرة أو وظائف الدماغ المتعلقة بالنسيان والإدراك. معنا من دبي استشاري أمراض الأعصاب الدكتور هشام الحكيم، صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم يا دكتور. دكتور، إيش هي ضبابية الدماغ اللي نقصدها هنا بشأن المتعافين من كورونا خصوصا بعد مرور سنة؟ لا شك الضبابية اللي حضرتك تفضلت فيها هي عبارة عن عدم يعني إعطاء العمل الروتيني حقه، بحيث أنه الإنسان عم يصير عنده يعني ضعف في الذاكرة، في التركيز، في خاصة أعماله الروتينية قد تتأثر. هذا الضبابية هي إلى عدة أسباب وهي جدا مهمة نحن لازم نذكرها. أولا، وباء الكورونا إجا على العالم بشكل مفاجئ، والعالم كان غير صراحة مستعد له، فكان في إرباك في العلاج، إرباك في التدبيرات اللي حصلت. إذا بتذكري كان عندنا الحظر في البيوت، صار العلاقات الاجتماعية مقطوعة، الناس قاعدة في بيوتها حوالي عدة أشهر، صار يعني مثل خلينا نقول مرض التعقيم، صار كل واحد يعقم 100 شغلة عنده، وصار اجتهادات كتير. فكل هذه الأشياء أعطت يعني مثل تخوف كبير من هذا الوباء، من هذا المرض. بالإضافة إلى الإصابات بهذاك الوقت كان إصابات فعلا مميتة، فكان المريض يقعد بالمستشفى رأسا، يقعد بالآي سي يو. بنفس الوقت الإصابات بهذاك الوقت كانت شديدة، لأنه كان ما في تلقيح، كان الإميون سيستم تبع الناس بشكل كان ضعيف، فكانت إصابات يعني مميتة بشكل طب بس كبير. دكتور بعد كذا خفت الآي سي يو فترة طويلة، يعني أصبح في ناس يصاب بكورونا وليس لديهم أعراض تماما، والناس تعودوا بعد كذا. إحنا نتكلم على فئة معينة من الناس يعني، أو نتكلم على اللي أصيبوا بكورونا بصفة عامة؟ نعم. هلا نحن الدراسة اللي حاليا موجودة عم تدرس الناس اللي صار عن إصابة من سنة 2020. فهذاك الفترة الدراسة الكبيرة الناس اللي أصابوا إصابات شديدة، فالإصابة الكورونا هي عبارة إصابة وعائية بتأثر على الشعيرات الدموية، بتأثر على كل أجهزة الجسم بما فيهم الدماغ. فهذه الإصابات الوعائية الصغيرة اللي عم تأثر على الدماغ، فممكن تعمل تخثرات بسيطة، ممكن تأثر على بضع خلايا من الدماغ. بس الشيء الأوضح اللي أكثر ناس شاهدوه هي فقد حاسة الشم وحاسة التذوق، هي إصابة عصبية. فهذه الإصابة الواضحة كانت كتير يعني متميزة، بس إلى تبعياتها كبيرة. يعني أحد المرضى ذكر لي أنه كان متزوج جديد، اللي علاقتي مع زوجتي فترة بعد ما أصبت بالكورونا وفقدت حاسة الشم والتذوق، قال لي لأنه كانت حاسة الشم عندي كانت تذكرني بأوضاع وحالات ويعني أشياء معينة مع زوجتي، اللي فقدتها، فالذاكرة العاطفية اللي لها علاقة بالشم فقدها.
بالإضافة إلى حاسة التذوق نفس الشيء، الإنسان وقت يأكل شيء له إحساس عاطفي، له ذكريات، أكلة والدته أو أكلة زوجته أو أكلة أكله، ففي ذاكرة تابعة لحاسة الشم وحاسة التذوق. طيب يعني دكتور نقدر نقول أنه كثيرا، فهذا نحن الشيء الواضح نقدر نقول أنه الحالة الضبابية هذه العصبية اللي تصيب الشخص لها تأثير مباشر بالحالة النفسية، الأعراض اللي ذكرناها مثلا التوتر، الاكتئاب، القلق، مرتبطين ببعض ارتباط مباشر؟ نعم، مرتبطين بشكل مباشر وكبير، وهي عبارة إصابة عصبية وعائية بالإضافة إصابة نفسية، بالإصابة إلى تأثيرات على سلوكيات الإنسان، حتى اضطرابات النوم، التفكير، الذاكرة، الانكزايتي، الدبريشن، صار يستعمل الأدوية بشكل كبير، صار المريض يقول لي أنه أنا شخص مختلف، يعني صار عندي وضع مختلف، فصار عندي آلام في الرقبة، في الظهر، في الذاكرة، صار نومي مضطرب، علاقتي مع عائلتي، مع زوجتي صار في عندي نيرفسنس، فهذه كلها صارت أثرت بشكل عام على الحالة النفسية، بصير عنده الإنسان قلة نوم بشكل جيد، بصير يعني أداؤه باليوم الثاني أداؤه يعني كتير غير طبعا مجدي، فذلك بلاحظ عليه من خلال يعني العمل أو الأصدقاء أو العائلة أنه تغير نفسيا، وأكثر المرضى بيجوا لعندي في هذا الأعراض بهذه التغيير. بس أنا أحب أن يعني أبشر يعني المشاهدين أنه هذا له علاج، وهذا إن شاء الله مؤقت، بس مهم أولاً أنه إنسان يعني نعرض على الطبيب حتى يشوف شو في شغلات ممكن يحسنها، لأنه كتير وجدنا خاصة بأول الوباء أنه في عنا ناس عندهم نقص بالمناعة، بالنقص الفيتامينات، خاصة فيتامين دي، المغنيزيوم، المنغنيز، البي 12، الفوليك أسيد، هذول كلهم مهمين لتقوية الجسم. بالتالي كمان أحياناً عندهم الأمراض المزمنة، المدخنين، كل هذه الناس تخفت مناعة الجسم، فصارت طيب. إصابة قوية وشديدة. الآن صار في عندهم وعي الناس أكثر لتثبيت المناعة وتقويتها، فبصار هلا الإصابات صارت أخف، صارت قريبة من الإنفلونزا، فصار كمان شيوع الفاكسين كمان يعني حافظ حسن مناعة الجسم، فبالتالي حاليا إذا بتلاقي الحالات كثير بسيطة. صحيح، بالنسبة للحالات القديمة يعني هذا النوع من الدراسات يثير القلق للناس، يمكن حتى الناس اللي يسمعون الآن يبدأ الواحد يصير يوسوس، عشان كذا أنا مثلا ما بنام بشكل جيد، عشان كذا أنا أحس يبدأ الواحد يعني حتى لو كان سهران يقول لك لا أنا عشان الكورونا ما نمت بشكل جيد، يرجع الأمور كلها يعني قد يحصل. في ناس كثير تقول لك والله تغير الشيء هذا الفلاني عندي من بعد ما أصبت بكورونا، قد لا يكون له علاقة، لكن بالعموم إحنا نقول إيش الحل لبعض هذه التغيرات اللي قد تصيب الشخص من بعد إصابته بكورونا؟ إيش المفروض الشخص يسوي؟ يعني هل نسميه أنا بوست كورونا سيندروم، هو متعدد يعني المعطيات، هو لا شك نحن عم نحكي عن حالات الذاكرة الضبابية، الشخصية النفسية، التأثيرات، اضطرابات النوم كتير مهمة، لأنه كمان هذا بيأثر، بالإضافة إلى الآلام اللي ممكن بيجي مريض عنده ألم في الرقبة، في أسفل الظهر، في المفاصل، التعب، الوهن، ما عاد في نشاط، فهذه كلها هي عبارة عن مجموعة، لأنه حسب الإصابة لأي أعضاء الجسم، فالإصابة هي شمولية صراحة، وتصيب المرض بيصيب شمولي كل الأعضاء الجسم، فالمريض بيجي بعدة أعراض يعني، وهي صراحة هي موجودة، بس الشيء اللي يعني كويس أنه بتخف طبعا إلى علاج. أولا هي المريض شو الأعراض اللي هي وعم تظهر فيها، إذا عنده مشكلة مثلا في الاضطراب النفسي، عنده مشكلة في النوم، بنشوف إذا عنده نقص فيتامينات، نعطيه مثلا أشياء بتساعد في تهدئة النفس، في نعمل نأثر على السيركيديان ريزم، هي عبارة الساعة الداخلية للجسم، حتى نركز الجسم يعمل هورمونايز نفسه، بالإضافة إلى مثلا تقوية التغذية عنده، الرياضة، التمرينات التنفسية جدا جدا مهمة، التعرض للشمس، خاصة هلأ الشمس رائعة، هلا الشمس تعطيك طاقة، وحتى يعني المريض عم يقول لي انه انا عم بقعد بالشمس، عم بقعد بالهواء الطلق، نفسيتي عم تتحسن.
ايوه فانا كثير تعطيه طاقه وتعطيه لون جميل يا دكتور، يعمل تان حلو بنسمه هواء بارده. نعم. ما الشمس ما في هواء حار كثير. احسنتي. اثنين في واحد. احسنتي. يعطيك الف عافيه دكتور على كل هذه النصائح. شكرا جزيلا لك من دبي استشاري امراض الاعصاب دكتور هشام الحكيم.